دي هتكون البداية قبل ما نروح لمعسكر النمسا مع نجمنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح اللي بيشرفنا في السادسة. مساء الخير يا أشرف وأهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا أحمد، أنت عارف دايما سعيد بوجودي معاك، وحشني جدا طبعا، ودايما سعيد بوجودي في قناة النادي الأهلي. مش عارف ليه وانا بتابع بيان الاهلي او خطاب النادي الاهلي وتفاصيله المرتبطه ببطوله السوبر دي، افتكرت والله تلقائي، مش يعني افتكرت الله يرحمه القدير محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات وبيقول له انت بتستعماني يا هرم. يعني في حاجات واضحه وضوح الشمس، ورغم كده بتلاقي يعني مش عارف سياسه عدم الوضوح، او يعني حاجه زي كده مفترض انها بديهيه جدا وبسيطه جدا وسهله جدا ويتم حسمها بدري بدري، لكن يبدو انه في الامور امور. مش عارف انت رايك ايه؟ شوف انا مش هفترض سوء النيه، لكن انا دايما ان احنا ما نفترضش سوء النيه ده. يعني انا دايما هقول لك ان مشكلتنا في مصر في الاداره، دايما مشكله الرياضه المصريه في الاداره. الساده اللي بيتولوا المناصب المسؤوله في الرياضه المصريه دايما عندهم مشكلة في علم الإدارة. لو عندنا إدارة سليمة هنقدر نخطط بشكل سليم. ده افترضت حسن النية. أنا افترضت يعني حسن النية. افترضت هنا حسن النية، فبالتالي هو جهل بأصول الإدارة أو بأساليب الإدارة. مفيش نقاش، لأن أنت لو عندك إدارة سليمة هتقدر تخطط بشكل سليم، هتقدر تحط مخطط بلان لأربع خمس ست سنين قدام، هتقدر تحط جداول لجنة مسابقات للدوري بتاعك والدوريات والبطولات المحلية، هتقدر تتعامل مع الكاف بشكل جيد، هتقدر تدير الموضوع بشكل جيد. فأنا شايف الحقيقة أن علم الإدارة عندنا في مصر محتاج تأهيل ومحتاج إعادة تفكير بشكل كبير عشان نقدر نرجع يعني نصحح الأوضاع. ده في الجنرال، ده مش اللي أنت بتقول، ده مش هيحصل خلاص يعني على يقين. يعني خلينا متفائلين، لكن الحقيقة الموضوع يعني في مقدمات بقى صعب جدا يعني. نتائج يعني دايما في مقدمات تؤدي إلى نتائج، وفي حاجة بتقول لك إنك أنت إذا عملت تجربة وفشلت وقررت نفس التجربة بنفس المقدمات فلا تتوقع نتائج مختلفة. صحيح، صح ولا غلط؟ تكرار الأخطاء ده دايما بيديلك في نفس واضح كده من بداية الموسم. صحيح. إن احنا ماشيين في نفس السياق، تكرار يعني نفس الأخطاء. نفس الأخطاء بقالنا دي. هل في مبرر عندك ده؟ عندك عدد سنين لده. انا كنت امبارح كنت بتكلم يعني كنت بتكلم مش فاكر في السياق حديث يمكن مع كابتن عمرو حديدي في اول اسبوع. كنت بقول له انا من ايام كابتن جوهري سنة 90 كاس عالم، وانا شايف ان كل الاسماء منهم الناس اللي اجتهدت ومنهم الناس اللي قدرت تعمل يعني حاجه، لكن شايف نفس النمط نفس النموذج نفس الاسلوب بيتكرر للاسف من 90 ل 23 مع اختلاف الاسماء. يعني بتتكلم في 20 30 سنه مثلا نفس الاخطاء. شايف دول مش هقول لك، لا هقول لك السعوديه ولا هقول لك المغرب، شايف دول في افريقيا زي اوغندا زي بوركينا فاسو زي يعني في نماذج كتيره جدا. جنوب افريقيا مع نفس جنوب افريقيا عملت نقلات، تنزانيا عملت طفره عملت خطوه، واحنا ما حالك سر تقريبا. للاسف تكرار نفس الاخطاء بيوديك لسكه انه ما فيش امل، لكن يعني احنا دايما عندنا تفاؤل. لازم يكون في عندنا كوادر يا جماعه تشتغل عن طريق الدراسة. يعني أنا مش شايف في مشكلة هي إن يكون عندي موجودة أشهر، بس هي قصة إزاي توصلها. فكرة التمكين إزاي الناس دي، ما أنت لازم برضو يدرسوا ده يا أحمد. أنا عندي كوادر شابة، ولازم يكون في كوادر شابة عشان تقدر تستوعب علم الإدارة وتعمل معايشات بره بشكل جيد. إيه المشكلة وإيه المانع إن يكون عندي ناس متخصصة هنا تقول لي اشتغل واحد اتنين تلاتة تحطيني على الطريق السليم وبعدين أشتغل وأكمل عن طريق الكوادر دي؟ أنا مش شايف في مشكلة.